بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. بشوفوا مع بعضنا اليوم الدرس لوند، طلبوه برشا أصحابكم، نقرأ في الكومنتير متاعكم الناس كل، وبإذن الله باش تلقوا فيديوهات على الدروس اللي يهموكم، وإن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا درس لوند ميكانيك بروغريسيف اللي طلبوه برشا من زملائكم، باش نشوفوه في الفيديو هذا بارتي 1، وإن شاء الله تهبط بعدها بارتي 2 في نفس الدرس بإذن الله. دونك نبدأ على بركة الله. أول حاجة باش نشوفوها مع بعضنا هي البروباغاسيون، بروباغاسيون دان ابرونلمون. باش نشوفو واش معناها ابرونلمون. دونك كلكم اللعبة هذي باز راكم لعبتوها، تاخو حبل كيف ما هكا، اتي قال زيرو، تاخو حبل كيف ما هكا اتي ايجال زيرو، وتعمل هكا تنفض. كي تنفض واش تصير؟ تصير ديفورماسيون، تصير ديفورماسيون من النوع هذا. معناها لو اني نعمل تصويره انا الاول ديفورماسيون، مثلا ناخذ التصويره نتاعي اتي ايجال 4.6 ملي سكوند، معناها دوب ما هزيت باش تخرج لي هكا التصويره، والديفورماسيون هذه باش تمشي وتبدا تتنقل على طول الكورد. دونك اتي تي 1 هذه نسميها، هذه نسميها تي 2، مثلا تي 2 9.3 ملي سكوند. الديفورماسيون هذه باش نلقاها القدام شوي، تي 3 ناخوها ايتيغال 24 ملي سكوند، باش نلقى الديفورماسيون تاعي مثلا بعيده لهنا. دونك متفاهمين الناس الكل انه كي باش ننفض الحبل باش تصير ديفورماسيون، باش تبدا تقدم مع طول الكورت. واضح الكلام لهنا؟ باه. الديفورماسيون هذه اللي تصير، الديفورماسيون اللي تصير هي اللي نسموها ابرون لو مو. دونك لهنا نكتبوا اول حاجه ديفينيسيون، لا ديفورماسيون التغيير اللي يصير في الحبل على طول وهو ماشي، ديفورماسيون هذيك هي لبرونلومون، لا ديفورماسيون دو كورت دوري اللي هي ما تبقاش برشا، اون لابيل ابرونلومون. لهنا شفنا مع بعضنا اش معناها ابرونلومون. باه، باش نستغل الفرصة ونعطيكم ديفينيسيون على لونت. لهنا كيما شفنا عندنا ديفورماسيون واحدة، معناها هزيت الحبل مرة برك، ودونك عندي ديفورماسيون بركة باش تتوسخ. فرضا أنا نهز في الحبل ورا بعضه، معناها لي ديفورماسيون يصيروا ورا بعضهم، معناها عندي أكثر من إبرون لومون. وقتها نولي نحكي على أوند، وقت لي إبرون لومون نتاعي يكون أكثر من واحد راهو يتسمى اونت. دونك لهنا ديفينيسيون، ديفينيسيون اون اوند، شنو هي الاوند؟ هي مجموعه نتاع ابرون لومو، اون اوند اي لو فينومين ريزلتان دو لا برو de la propagation d'une succession d'ébranlement. معناها إذا عندي أنا هذه ديفينيسيون تاع لوند، وهذه ديفينيسيون نتاع ليبرون لومو. اذا عندي ديفورماسيون وحده ومتواصله، راني في نحكي على ايبرون لومو. اذا يولي عندي اكثر من ديفورماسيون، راهو وقت نولي نحكي على ايبرون لومو. كيما تشوفوا لهنا في الكام تاعنا، هذه ليبرون لومو تاعنا ان ديمونسيون، عنده ديمونسيون واحد. واضح الكلام؟ باه. دونك نجو نشوفو نحنا مع بعضنا، لو انو انت الكورد نتاعك
لهنا البوان هذي مثلا البوان هذي الحبل نتاعك غادي ربطته بسكوتش ولا عملت له طرف دهن اسك وقت اللي تصير لي برون لو مون ديفورماسيون اسك وقت اللي تصير اسك الكلوه هذا باش يبدل بلاصتو مش باش يبدل بلاصتو جوست باش يطلع لهنا ومن بعد يعاود يهبط واضح معناها هذية سي ديجا يغلطوا فيها برشا راهو البرون لو مون تاعنا راهو مش راهو هو عباره على تنقل انرجي ماهوش تنقل ماتير راهي الماتير تبقى في بلاصتها جوست طلعت وهبطت واضح لهنا كي نشوف انا الديريكسيون تاع البرون لو مون تاعي دونك بالنسبه لي انا البرون لو مون تاعي شو عمل هو البوج اونو اي اون با باش يطلع الفوق ولا يهبط دونك هذا السونس نتاعو السونس دو ديفورماسيون تاع البوان هذه اللي انا خذيت وبالنسبه للسونس نتاع لي ديفورماسيون ديفورماسيون كيفاش ماشي ماشي هك دونك هذا السونس نتاع الديفورماسيون اللي صارت شلاحظ نلاحظ انهم هما بيربونديكولير على بعض نلاحظ انهم بيربونديكولير على بعضهم كي يبدو بيربونديكولير على بعضهم نحكي على اوند شنو هي الاوند هذه نسميها اوند ترانسفيرسال كيف كيف لهنا ديفينيسيون باش نشوفوا واش معناها اوند ترانسفيرسال دونك لا ديريكسيون دو ليفولوسيون دو ليبرون لو مون لهنا ليبرون لو مون تاعي ماشي في السونس هذا لا ديريكسيون دو ليفولوسيون دو ليبرون لو مون اي بيربونديكولير اي بيربونديكولير perpendiculaire de à la direction de déplacement des points matériels de la corde. Donc, libérons le mot TI. Libérons le mot TI, c'est ça. I transversal. I transversal. Donc, mabdaïe, chauffe-nous, mabadne, chmanez. ليبرون لو مون وشفنا مع بعضنا اش معناها لونت وشفنا مع بعضنا اش معناها ايبرون لو مون ترون ايبرون لو مون ترانسفيرسال